أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج أحد كبار المفتين في قناة الجزيرة يقول إنه واجب على المسلمين تعزية المسيحيين، وأن من مناقب باب المسيحيين إخلاصه في نشر دينه وتبليغ دعوته إلى آخر كلامه إلى قوله: فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يخلف على المسيحيين خيرا، فما حكم هذا الكلام؟ هذا مثل الطرف الثاني الذي ذكرت لكم، أنهم ما يريدون الولا والبراء، يريدون الناس سواء، النصارى والمسلمون واليهود، بل ما يريدون أنهم سواء، يريدون اليهودية والنصرانية، ما يريدون الإسلام، لكن هذا من باب المجاملة، ولهم أبغض شيء إليهم الإسلام، يحبون اليهودية والنصرانية ولا يحبون الإسلام. فمثل هذا لا عبرة بقوله، لا في الفضائيات ولا في غيرها، يجب رفض كلامه والبعد عنه. نعم.